غادي نحضروا معكم لي ماكارون في البيوت ديالكم والنتيجه مضمونه 100%. فتابعوني حتى الاخير وفرجه ممتعه. المكونات اللي غادي نحتاجو احبائي، كنحتاجو واحد 100 غرام ديال السكر سبيسيال كلاسي. راه فرق، كاين فرق ما بين السكر كلاسي العادي وسكر سبيسيال. هذا السكر سبيسيال خاص بالحلويات. واحد 100 غرام ديال اللوز بودره مطحون بقشورو، واحد 75 غرام ديال بياض البيض، كذلك 100 غرام ديال السكر سنيده او سكر خشن، ماشي داك السنيده الغليظه، سنيده رقيقه. كذلك كنحتاجو واحد قبيصه ديال الملحه، واحد الملون غذائي اللي غادي نبدلو به اللون ديال لي ماكارون ديالنا. كذلك كنحتاجو واحد الاناء، واحد لا سباتول اللي من الاحسن ضروري خاصها تكون عندنا سباتول، هي اللي باش غادي نخدمو الماكاروناج. كذلك كنحتاج واحد الغربال صغيور او لا صفايه اللي غادي نحتاجوهم باش نصفيو بهم سكر كلاصي، نغربلو بهم سكر كلاصي واللوز كذلك جوج مرات البنات جوج. كناخذ الاناء كنديروا فيه داك الابيض ديال البيض كامل، كنديروا واحد القبيصه ديال الملح هادي صافي، كنطربوا الابيض ديال البيض حتى يولي مد بحال الثلج او الناج. كما كتشوفوا معنا بعد ما طلع البيض ابيض البيض، ها هو المورانغ ديالنا طلع كيف ما كتشوفوا، ولا على هذا الشكل. الا قلبنا الاناء راه ما يهبطش. دابا غادي ندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي غادي نغربلو السكر كلاصي واللوز وندمجوهم مع بعضياتهم. علاش غادي نغربلوهم؟ باش يكونوا رطبين وما يبقاش فيهم داك الهواء، داك الحبيبات ما تبقاش فيهم الهواء. معنا احبائي درنا الكولورون روج الملون احمر. قبل ما نديرو نضيفو السكر ثقيل واللوز درنا الكولورون. شوفوا كنبداو كنخلطوا الملون حتى كيندمج مع المورانغ ديالنا بالطريقه الفنيه من تحت للفوق، وغير بشويه باش ما يهبط لكمش المورانغ، حيت الا خلطتو هكذا راه غادي يهبط. صافي غادي نوليو نضيفو البنات بعد ما دمجنا اللون مع المورانغ، غادي نوليو نضيفو هنا خلطنا سكر كلاصي سبيسيال، كنعاود ناكد عليها سكر كلاصي سبيسيال مع اللوز مطحون، كنديرو كنضيفو شويه بشويه، ما تضيفوش كامل في دقه واحده، وديما خلطو بالطريقه الفنيه من التحت للفوق. دابا وصلنا للمرحله الثالثه اللي هي اصعب مرحله في لي ماكارون، اللي هي كتسمى بالماكاروناج. دابا غنوريكم الطريقه وتبعوا معايا الطريقه مزيان. في الاول كنديرو من التحت للفوق ياك، من بعد كنوليو كنديرو في الوسط هكذا باش كيتجمع لينا كيتجنس لينا الخليط. شوفوا البنات غادي تجمعوا الجناب ديال الاناء مزيان بهذه الطريقه ومن تحت للفوق، وان فوا تجيو للوسط ديروها. الا ما درتوشها راه الا ما درتوش هذه الطريقه درتوش هذه الطريقه اللي شفتوا معنا راه ما غاديش يصدق لكم، خاصكم تتبعوا داكشي اون ديتاي. ملي كنساليو البنات كنخبطوهم في الطاوة، كنعطيهم العصا مزيان هكذا 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 باش كيهبطو شوية. كنبقى واخا شوية ديال الصداع، درت لكم شوية ديال البلبلة ولكن ماشي مشكل، هذه هي الطريقة. صافي البنات هما دخلناهم الفران، الفران ما يكون بارد ما يكون سخون، تكون العافيه مهيله نار هاديه بزاف، نقصوا عليه بزاف نقصوا عليه. هما كيطيبوا البنات في ظرف 15 دقيقه، وبالنسبه لينا حنايا حنا عندنا فران ديال الغاز فران عادي، فكل 5 دقائق غادي نحلو عليهم وغادي نديروا هاد الحركه بحال هكذا هكذا. الا كنهويو الفران بحال اللي عندنا فران ديال المروحه فونتيلاتور، وبالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الفرفاره فمن الاحسن، واللي عندهم فران كذلك فرن كهربائي بلا فرفاره فكذلك كل 5 دقائق يهويو عليه ويحلوا الفران وديروا الطريقه كيف ما بينت لكم في الصوره. البنات هما لي ماكارون ديالنا بعد ما طابوا، ها هما كيفاش جاو.
وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى يعجبكم وتجربوهم حتى نتوما، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. كنبغيكم بزاف.